ده المركب الغرقان في جزيرة تيران. طبعا فينا مراكب كتير، ده أكبرهم وأشهرهم. المركب كل شوية ينزل لتحت أكتر وأكتر. قبل كده طبعا كان باين جزء كبير منه، لكن دلوقتي جزء صغير بس اللي باين، وكمان كام سنة كله هينزل تحت المياه، واضح جدا يعني. ده من أقرب مكان للمركب الغرقان زي ما احنا شايفين دلوقتي. عشان كراوي از بنام بنام سكيب كراوي. دي جزيرة تيران زي ما احنا شايفين.